الصف التاسع الأساسي، كتاب التربية الدينية الإسلامية، الوحدة التعليمية السادسة، الدرس الثاني بعنوان مودة ورحمة. تقدمت مبادرة ضوء بصوت شامل الحمصي الطويل. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 128 حتى الصفحة 129. مودة ورحمة، أتلو بإتقان. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. صدق الله العظيم. سورة الروم، الآية 23. النشاط الأول: أبين أنواع المدود في الأمثلة الآتية مع التعليل وانطقها نطقا صحيحا. المثال الأول: فضله إن. نوع المد: صلة كبرى. التعليل: لوقوع هاء الضمير المتحركة بين متحركين، الثاني منهما همزة. المثال الثاني: يتفكرون. عند الوقف: نوع المد: العارض للسكون. التعليل: لمجيء حرف المد وبعده سكون عارض بسبب الوقف. المثال الثالث: آياته خلقه. نوع المد: ألف البدل. التعليل: همزة وبعدها حرف المد. باء الطبيعي. التعليل: لمجيء حرف المد وليس بعده همزة ولا سكون. جيم صلة صغرى. التعليل: لوقوع هاء الضمير المتحركة بين متحركين ليس الثاني منهما همزة. المثال الرابع: وابتغاؤكم. نوع المد: متصل. التعليل: حرف مد وبعده همزة في الكلمة نفسها. التقويم: استخرج من الآيات القرآنية مثالا لكل من أحكام التجويد الآتية مع التعليل. الحكم التجويدي الأول: إظهار. المثال: أن خلقكم. التعليل: جاءت نون ساكنة وبعدها حرف الخاء. الحكم التجويدي الثاني: إظهار شفوي. المثال: ألسنتكم و. التعليل: جاءت ميم ساكنة وبعدها حرف الواو. الحكم التجويدي الثالث: إدغام شفوي. المثال: لكم من. التعليل: جاءت ميم ساكنة وبعدها حرف الميم. الحكم التجويدي الرابع: إدغام بغنة. المثال: مودة و. التعليل: جاء تنوين وبعده حرف الواو. الحكم التجويدي الخامس: إخفاء شفوي. المثال: أنتم بشر. التعليل: جاءت ميم ساكنة وبعدها حرف الباء. الحكم التجويدي السادس: إخفاء. المثال: من فضله. التعليل: جاء تنوين وبعده حرف الفاء. الحكم التجويدي السابع: قلقلة صغرى. المثال: ابتغاؤكم. التعليل: جاء حرف الباء ساكنا وسط الكلمة. الحكم التجويدي الثامن: إدغام بلا غنة. المثال: لآيات لقوم. التعليل: جاء تنوين وبعده حرف اللام. الحكم التجويدي التاسع: لام شمسية. المثال: النهاري. التعليل: جاءت لام التعريف وبعدها حرف مشدد. الحكم التجويدي العاشر: المثال: النهاري. التعليل: جاءت الراء حركتها الكسر.